ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الـ errors of refraction. هنبدأ بقى نعرف يعني ايه قصر النظر وطول النظر والنظارات وهكذا. مبدئيا انا كبني ادم نورمال، انا اسمي اميتروبيك اي. يعني ايه؟ برضو انا دلوقتي لما باجي اشوف الصوره او اتفرج على اي حاجه، اللي انا عشان افهم الصوره دي، مثلا الصوره اللي قدامي ده كرسي، بفهمها ازاي؟ لان قدامي الاشعه اللي جايه دي كلها، الباراليز دي كلها كده بتقوم جايه متجمعه في نقطه واحده على الريتنا، تمام؟ فده كده بنسميه ايميتروبيك اي، ده النورمال اي. معناها ايه؟ البارلل ريز كام تو فوكس اون ريتنا، يعني كل البارلز تيجي على الريتنا. يبقى انا اسمي ايميتروبيك اي. يبقى معنى ذلك ان انا اي خلل هيحصل عندي بعد كده، زي ما هنعرف بايه شويه، مش هيبقى بنفس الشكل ده، مش هيتجمع على الريتنا، تمام؟ فانا بالنسبه لي النورمال بتاعي ايميتروبيك اي. طب ايميتروبيك اي بحرف الاي، ده كده معناها ان في خلل عندي، في ايرور اوف ريفراكشن. يعني ايه؟ طب احنا قلنا النورمال عندي ده معناه ان انا البارال ريز هتقع على الريتنا. طيب الاميتروبيك بقى يبقى خلل في الليله دي. طب خلل ازاي؟ والله انا ممكن البارال ريز ديت ما تقعش على الريتنا من الاساس اصلا، وممكن مش احنا عارفين ان احنا دلوقتي البارال ريز دي المفروض تتجمع في نقطه، زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت، يعني كده 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 كلهم يتجمعوا في نقطه واحده. لا، ممكن بقى يظهر عندي ان شعاع مثلا يخش كده، شعاع يخش كده، شعاع يخش كده، فما يتجمعوش مع بعض. يبقى ايه؟ في كذا نقطه مختلفه. طب دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ وده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عنه. والله انا عندي لو الباراليز دي ما اتجمعتش على الريتنا هنسميها حاجتين، يا اما مايوبيا او هايبر ميتروبيا. مايوبيا هايبر ميتروبيا، مين فيهم قصر النظر، مين فيهم طول النظر؟ انا ما يهمنيش دلوقتي، ده اخر سؤال هنجاوب عليه بعد ما نخلص شرحه خالص. طيب انا لو جمعت في اكتر من نقطه، عندي حاجه اسمها استجماتيزم. استجماتيزم انا عندي ايميتروبيك اي واميتروبيك اي. الايميتروبيك ده معناه النورمال، الاميتروبيك ده معناه الابنورمال. الابنورمال ده احنا قلنا حاجتين، يا اما ان انا ما اعملش فوكس على الريتنا اصلا، يا اما ان انا التجميع عندي مش في نقطه واحده، في اكتر من نقطه. طيب نكمل دلوقتي. انا اميتروبيك اي، عايزين نتكلم دلوقتي عن المايوبيا. احنا المايوبيا قلنا ايه؟ قلنا والله ان انا مش التجميع عندي مش هتبقى على الريتنا. طيب المايوبيا دي معناها ايه؟ المايوبيا ديت معناها ان الباراليز اللي انتوا شايفينها هنا في الصوره دي كلها هتتجمع في حته قدام الريتنا، زي ما انتوا شايفين كده. يبقى في حته فين؟ قدام الريتنا. والله ده انا عندي النورمال، شايفين النورمال ده اسمه ايه؟ ده الاسم اللي هو ايميتروبيك. لكن ده اسمه المايوبيا، الباراليز اتجمعت قدام الريتنا، تمام؟ مين فيهم قصر نظر، مين طول نظر؟ ما يهمنيش دلوقتي. انا اهم حاجه عندي دلوقتي ايه؟ باري ريس في المايوبيا هتحط ايه قدام الريتنا. طبعا كل ده مقدمه هنعرف في التفصيل ايه اللي بيحصل. طيب بعد كده عندنا الهايبر ميتروبيا. الهايبر ميتروبيا ده معناه ان الباري ريس كام تو فوكس بيهايند الريتنا. يعني احنا شايفين هنا نورمال على الريتنا، شايفين هنا هايبر بيهايند الريتنا، تمام؟ يعني لو قدامي صوره هنا مثلا، الشخص ده كده، ده هلاقي الصوره كده هلاقي هتتجمع ورا الريتنا، تمام؟ انا كده خدت في الاميتروبيك خدت حاجتين، مايوبيا وهايبر اللي هي هايبر ميتروبيا. طب المايوبيا الباراليز ده تتجمع قدام الريتنا، طب الهايبر ميتروبيا بيهايند الريتنا، تمام؟ طب احنا دلوقتي اتكلمنا عن حاجتين الخاصين في ان انا مش هجمع على الريتنا. طب انا دلوقتي قلت في حاجات تانية ان انا مش هجمع في نقطه واحده، اللي اسمها استجماتيزم. استجماتيزم ده معناه الباراليز دي مش هتعمل بس ايه بوينت اوف ايمج. انا المفروض الصور عندي زي ما احنا شايفين كده 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 كله في الاخر يتجمع لي في نقطه واحده، لكن الاستجماتيزم اللي انتم شايفين هنا اشعه شعاع كده شعاع كده شعاع كده، فكل ده عمل تشتيت، كل ده مش مجمع لي صوره واضحه، كل ده المفروض يتجمع لي في نقطه واحده. لا، ممكن بقى ايه تلاقي شعاع جاي معدي كده، شعاع معدي في النص كده. إيه يعني الاستجماتيزم ممكن تلاقي منها هايبروبيا او مايوبيا كمان. ليه؟ ازاي؟ وانا مش بقول لك في اكتر من نقطه. طيب عادي، ما ممكن نقطه من النقط دي تلاقيها من جايه راح كده راحت ورا الريتنا، يبقى اسمها هايبرميتروبيا. نقطه منهم جت قدام الريتنا هنا اسمها مايوبيا. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم ايه هي الفاكتورز اللي هتديترماين الايرور ريفراكشن. يعني انا في بس تو فاكتورز كنت عايزك توحدهم في دماغك، علشان لما نيجي نتكلم يبقى انت كده الايتيولوجي والكلاسيفيكيشن بتاعت المايوبيا والهايبرميتروبيا في دماغك. طب ايه هما التو فاكتورز دول؟ والله عندي حاجه اسمها اكزيال لينث وريفراكتيف اندكس. الاكزيال لينث ده معناه طول العين نفسها، اللي هو ده اللي هو من الانتريور بول للبوستيرور بول، تمام؟ هو النورمال بتاع العين بيكون تقريبا حوالي 24، تمام؟ طب انا دلوقتي عايزك تعرف معايا حاجه، المايوبيا كل حاجه بتزيد، الهايبر ميتروبيا او الهايبروبيا كل حاجه بتقل. الكلمه الصغيره كل حاجه فيها بتزيد،
كلمة كبيرة كل حاجة فيها بتقل. تمام؟ بص معايا دلوقتي، ده الميوبيا، شايفين العين؟ العين طويلة قوي، يبقى عايز اذكر ان الاجزية اللينس ده طويل، ده فين؟ في الميوبيا. طيب الهايبر ميوبيا ديت معناه ان العين ديت قصيرة، الاجزية اللينس بتاعها قصير، اصغر من 24. طيب يعني ايه عامل الكلام ده؟ ما هو بالحال انت لو عينك كبيره جدا، شايف الريتنا فين اللي هو اصل البارز دي، على ما توصل لها عمرها ما توصل لها، هتيجي قدامها لان العين طويله جدا، وهنعرف اشكال امراض دلوقتي كمان. طب انت لو العين قصيره، والله انت العين كده صغير خالص زي مايكروفثالموس مثلا، هتلاقي الاشعه اصلا داخل عامل كده ورا الريتنا في الاخر. تمام، يبقى ده بالنسبه لاول حاجه، يبقى انا عندي مايوبيا كل حاجه هتزيد. طب اول فاكتور الاكسيال لينس. طيب هايبروبيا كل حاجه هتقل، اول فاكتور الاكسلنس هيقل. طيب بعد كده احنا عندنا الريفراكتيف باور. الريفراكتيف باور ده مش عايزك تشغل دماغك بيه، لان انت هتاخده في ثالثه بالتفصيل قوي، وهتاخد بقى ايه اللينس بالتركيب بتاعتها والكورنيا والكلام ده كله. بس انا عايزك تعرف مني حاجه، انت خدته في الاكوموديشن في الفسيولوجي، ان انت دلوقتي عندك كل ما بتعمل اكوموديشن اللينس تبقى عامله كده. طيب انت مش عايز تعمل اكوموديشن، اكوموديشن معناه انت عايز تشوف الصوره القريبه منك دي، فاللينس بتاعتها تلاقي ايه كشت في بعضها كده عشان تزود الباور. طب انت هتحتاج تشوف البعيد، لا لبيت تلاقي اللينس بتاعتك عامله كده. تمام، نتيجه بقى الكونتراكشن للسيرلي ماسل والكلام ده كله. يبقى انت بالنسبه لك، انت لو عايز تشوف القريب، القريب بتاعتك هتزود الباور بتاعتك. تزود الباور ده معناه ايه؟ شايفين اللينس بقى شكلها عامل ازاي، شايفين اللينس الباور بتاعها بقى عامل ازاي. فانت دلوقتي انت لو عايز تعمل اكوموديشن هتزود الباور، هتزود الباور ده يعني ايه؟ هتخلي اللينس كده. طب والله انت عايز بعيد جدا، اللينس ده عامله كده. طب انت انا بقول لك هنا هتزود الباور وهنا الباور هيقل. طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا على قاعده، كل ما الميوبيا كل حاجه فيها بتزيد، والهايبروبيا كل حاجه فيها بتقل. انت كده عندك ان الميوبيا كل حاجه بتزيد، يبقى بالتالي انت دلوقتي اللينس بتاعتك دي كبيره قوي، فبالتالي قدرتها على التجميع رهيبه كبيره جدا، مش هتستنى توصل ريتنا هتعمل كده. شايف يعني الريتنا اهي، لو افترضنا ان الريتنا هتعمل كده، مش هتستنى الريتنا، انت التجميع عندك رهيب كبير جدا. تمام، لكن انت لو اللينس عندك كوت البار بتاعها كده، لا وده والله هتلاقي عامل البار بتاعها ضعيف، تلاقي عامل كده وعدت الريتنا اصلا من الاساس. تمام، يبقى انت كده عندك طبعا الريفراكتيف باور، هنقول عليهم كمان شايفين تو فاكتورز خاصين بيها، بس خلينا ايه في الشكل العام. انا عندي حاجتين، الاكسلنس والريفراكتيف باور. الميوبيا الاكسلنس هيزيد والريفراكتيف باور هيزيد. طيب الهايبروبيا الاكسلنس هيقل والريفراكتيف باور هيقل. تمام، دلوقتي عايزين نتكلم بقى ايه عن الميوبيا بشويه من التفصيل. هي عباره عن كونديشن، بس اهم كلمه فيها ريست اوف اكوموديشن. هتقول لي ازاي؟ هو انا مش قلت لك من شويه ان انا من ضمن الحاجات اللي بتحدد الميوبيا زياده الريفراكتيف باور، يعني اللينس تبقى عامله كده. تمام، طيب انا بقول لك هي اللينس زي كده الطبيعي بتاعنا، انا لو عايز اشوف حاجه قليله ده حاجه ريفلكس ربنا خلقه فينا، ان انا لو عايز اشوف حاجه قريبه عيني اصلا هتعمل كده. يعني ما تجيش على واحد سليم بس بيدقق في حاجه شغال مثلا بمكنه خياطه فيديو فمدقق قوي وتلاقي اللينس بتاعته عامل كده، تقول لك لا ده عنده ميوبيا. لا ده مش عنده ميوبيا، هو الفكره هنا ان انت عندك واحد كده خالص اللي هو حياته الطبيعيه كده، هو طبيعي هتلاقي الايه الريست اوف اكوموديشن، يعني عينه مش عامله اكوموديشن، هي خلقته كده، هي كده هي اللينس عامله كده. تمام، بالتالي اللي هيحصل عندي هتجمع البارريز ان فرونت اوف ريتنا. تمام، ان فرونت اوف ريتنا. طب ايه هي الايديولوجي او التايبس اوف ميوبيا؟ بدايه كده البديهي اللي احنا خدناه من شويه، احنا قلنا زياده اكزيال لينث، يبقى اول نوع عندي الاكزيال، وده الكومنست تايب. احنا الدايمتر بتاع العين زاد فجمع قدام ريتنا، فده الكومنست تايب، ده انكريز الدايمتر في لارج جلوب. هنعرف ايه حاجات كتيره كمان شويه امراض بتعمل الكلام ده. تمام، تاني حاجتين معنا، احنا خدنا الريفراكتيف باور. الريفراكتيف باور في حاجتين بيتحكموا فيها، معادله بسيطه كده خالص ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، حاجه اسمها الكيرفتشر والاندكس. الكيرفتشر ده معناه كده اللي هو مثلا تلاقي اللينس عامل كده. تمام، طبعا انت اللينس لما تزيد كده والكورنيا كمان تبلجي كده، انت كده الباور بقى عندك رهيب زي الكراتوكونس، هنقول عليه كمان شويه. طيب الاندكس دي حاجه خاصه كده ايه باللينس والانتيرو تشامبر، ما يخصكش قوي، ايه خاصه بارقام من 1.3 تقريبا او 1.2. الكلام ده كله بيزيد. طيب احنا اتفقنا ميوبيا بيزيد، يبقى انت كده كده اصلا الاثنين دول
كده دول بتوع الريفراكتيف باور. فانت احنا قلنا الريفراكتيف باور في المويه بيزيد يبقى انت عندك الكيرفتشر هيزيد والاندكس هيزيد. تمام. الاثنين اللي هي النوعين دول اصلا خاصين، عارف ان زي ما يكون كده جايب الريفراكتيف باور بتحلله بيكون من كذا وكذا وكذا، فدول كده لو عايز ما تشغلش دماغك هم عباره عن الريفراكتيف باور. دول تاني وتالت حاجه للميوبيا. طيب باثولوجيكال بقى امراض زي ايه؟ بدايه واشهر حاجه في الميوبيا الكيراتوكونس. شايفين العين عامله ازاي؟ ده انا بقول لك ان الكيراتوكونس هتلاقي ايه في بلج كده، الباور هتزيد، احلى باور هيزيد عندك لما تلاقيه هنا مثلا. شايف هنا الكورنيا واللينس كله بلج اهو. بص شايف الكورنيا هنا عامله ازاي، شايف اللينس هنا عامله ازاي كبيره ازاي، دي الكيراتوكون. بتلاقي العين كده بظل قدام لدرجه ان هي بتعمل علامه كده اللي هي اسمها مانسون صايم. لو بص لتحت هتلاقي اصلا العين عملت بلج كده ايه في اللور ليد. طيب حاجه اسمها لينتي كونس. لينتي كونس ده معناه هو عباره كده عن كونجنتال انوملي، اللينس فيه البار بتاعه بيزيد. شايفين البلج عامل ازاي. تمام. طيب الدايبيتس ده اوريدي بيضرب كل حاجه اصلا في العين، كل حاجه عينها ضعف. فبدل العين ايه الاستيستي والكلام ده كله بتاع العين دوت وكل الكلام ده، هيقوم جاي اللينس تقوم جاي كشه. فاللينس لما طبعا اللينس لو مشدوده تبقى شكلها عامله كده، تبقى كده اسمها هايبر ميوبيا. طب هي لو كشه تبقى هتبلج. تمام. طيب السنايل لينس سكليروزس بالعقل كده. بصوا معايا دلوقتي، انا اللينس ديت عندي لو فيها الاستيستي كبيره والدنيا فيها تمام، هتروح بقى تفضل تطلع تبقى وبعد كده يحصل لها كده وتطلع وكده. دلوقتي هيحصل لها سكليروزس. يعني ايه؟ احنا زينا احنا عارفين مثلا لما يحصل عندي حاجه فيها سكليروز او فيبروزس حجمها بيقل ازاي. يعني مثلا مدى هتبقى هي عامله كده، لا ده هتقل خالص. طبعا لما تقل هتزود عند الباور. تمام. ايه تاني؟ زي مثلا عارفين ايه الصوره ديت في الكاتاركت، لما بيحصل سكليروزس في اللينس تلاقي اللينس كشت في حجمها، فبالتالي الباور بيزيد. يعني مثلا بدل ما اللينس كانت كده مثلا، انها تلاقيها بقت عامله كده. فتخيل كل الباور ده اللي كان متوزع بقى في الكتله دي، فالباور عندك بقى رهيب. طيب ايه كمان معانا؟ الايريتس. والله الايريتس ده هيعمل الريتيشن في السيلري ماسل زي ما انت خدت في الاكوموديشن والزينيولز والكلام ده كله، فبالتالي هيخلي اللينس هنا تبلج نفس الحكايه، فبالتالي يزود الباور بتاعها. تمام. فاحنا كده خدنا اربع انواع، اجزل وده الكومونستايب، وخدنا الاندكس والكيرفيتشر، ودول الاثنين دول خاصين بالريفراكتيف باور بيزيدوا برضو، وخدنا الباثولوجيكال. اهم واحده في الباثولوجيكال واللي هتسال فيها واللي هيجيبها لك الكيراتوكونس. ده مش بس ميوبيا، ده هاي ميوبيا. تمام. واللينتيكونس ودول ده عباره عن كونجنتال انوملي، والدايبيتس والسنايل لينس سكليروزس زي ما هتشوفها في الكاتاركت اللي هي الميه البيضاء، والايريتس نتيجه الايريتيشن اللي بيحصل. طب ده بالنسبه للميوبيا. طب ميوبيا ده يعني قصر نظر وطول نظر؟ ماليش دعوه دلوقتي، نخلص الهايبرمتروبيا وانت نفسك اللي هتقول هو عباره عن قصر نظر وطول نظر. طيب الهايبرميوبيا نفس التعريف بالظبط، ريست اوف اكوموديشن. انت واحد كده اللي هو ما تجيليش مثلا اللي هو ايه واحد شغال من بعيد وتقول لي ايه ده عنده هايبرميوبيا، لا ده انا عايز واحد اللي هو طبيعته كده، هو عينه كده. تمام. يعني هو قاعد كده مثلا، قاعد ما بيعملش حاجه كده، هتلاقي في عنده هايبر ميوبيا، هتلاقي اللينس عنده عامله كده اللي هي اللينس طويله. تمام. او مثلا اللينس لو جينا نقول ايه العين نفسها صغيره خالص. تمام. ده الهايبر ميوبيا كونديشن في الريست اوف اكوموديشن. تمام. يعني انت لما يجي لك في الام سي كيو هو هيركز لك على الريست اوف اكوموديشن والبيهايند ريتنا، لان انت لو لاحظت كلهم نفس التعريف مع اختلاف بيهايند ريتنا وانتيرور ريتنا والكلام ده كله. طب الايتيولوجي يعتبر نفس الانواع، الاكزيال احنا اتفقنا هايبر ميوبيا كلمه كبيره كل حاجه فيها هتقل، ديكريز الدايمتر اوف الاي، ده يعتبر الكومونست تايب عندي. عشان كان عندي الاكزيال برده كان الكومونست تايب في الميوبيا، طيب ما هنا برده الاكزيال هو الكومونست تايب في الهايبر ميوبيا. زي ايه؟ زي المايكروفثالموس، هتلاقي الحين صغار خالص وهتشوف صور كده كمان شويه. تاني الريفراكتيف باور اتحكم فيها حاجتين، كيرفيتشر واندكس. احنا اتفقنا هايبر ميوبيا كل حاجه فيها بتقل، يبقى ديكريز الكيرفيتشر والاندكس هيقل برضو كده اهو. تمام. نفس اللي فات بالظبط، انت مسافه بس ان الميوبيا كل حاجه فيها بتزيد والهايبر ميوبيا كل حاجه فيها بتقل. تمام. اهم حاجه ورا الريتنا،
لان هو ممكن يجيب لك في الامتحان الفرنسي كل حاجه في الكلام ده كله صح وديكريز والدنيا تمام، وفي الاخر يقول لك كده كلمه ان البارنيز ديت هتطلع انتيريور تو الريتنا او ان فرونت الريتنا. غلط، هي بيهايند الريتنا. تمام، زي ما احنا متفقين احنا الميوبيا كانت عندنا كده، لا ده هايبر ميوبيا هلاقيها عندي كده، اللينس كده مشدوده كده. بعد كده باثولوجيكال عندنا ايه اهم حاجه؟ مايكروثالمس، زي ما انتوا شايفين هنا، شايفين عين صغيره خالص كده، عين صغيره قوي. تمام، انا دلوقتي عندي مرض اسمه كورنيا بلانز. يعني ايه الكورنيا؟ عباره عن مسطحه مبدئيا كده. هو انا ده الميوبيا كان عندي بتحصل ازاي؟ ان مثلا كانت عندي كده، طب انا هايبر ميوبيا كانت اللينس والكورنيا هتبقى عامله كده، اللي هي فلات كده مشدوده. طب انت هتلاقي منظر عندك فات اكتر من كده، ده انت يعتبر ده انت كانك انت لو الواد ده مثلا لف وشه قدام شويه انت مش هتشوف الكورنيا ولا اللينس، المفروض يكون في بلج شويه، ده انت يعتبر شايف كده كانها حاجه مسطحه كده، كان حاجه كده ايه بلاطه. هتلاقي فين فلاتنينج لللينس او الكورنيا احسن من كده؟ تمام. طب الريتينال ديتاتشمنت، احكي الريتينال ديتاتشمنت. احنا اتفقنا ان انا عندي دلوقتي ان العين كده، ان هايبر ميوبيا بجمع قدام العين، الهايبر ميوبيا بجمع ورا العين. تمام، طب انت دلوقتي حصل عندك ريتينال ديتاتشمنت، يعني خلينا متفقين ان دلوقتي لو حصل دي الريتنا، دي الريتنا، تمام، حصل ريتينال ديتاتشمنت كده، الريتنا هي حصلت ديتاتشمنت، فانت الاشعه الريتنا نفسها قربت، يعني الريتنا طلعت لقدام، فانا الاشعه الطبيعي بتاعها هي داخله كده، عدت الريتنا دي او دخلت كده، عدت الريتنا، الريتنا حصلت ديتاتشمنت دي طلعت لقدام، رسمه ثانيه اهي الريتنا بقت عامله كده. فانت انت ده طب ده النورمال بتاعك، انت كده كده خلاص وصل مثلا مرحله اللي هو ايه، انت العين عندك تمام ونفس المقاس ونفس كل حاجه، بس انت الاشعه عامله كده. طب هو انت كده خلاص اصلا في الريتنا ديتاتشمنت، هي طلعت لقدام، الريتنا نفسها طلعت لقدام، فبالتالي انت الاشعه داخله ورا الريتنا، بس هو ده الطبيعي. تمام، لان انت المشكله عندك لا في صغر حجم عين ولا اي حاجه، انت المشكله عندك ان الريتنا ذات نفسها حصلها ديتاتشمنت، تمام، انفصلت. احنا عندنا نفس الاربع انواع، اكزيال والكومونوستاي اندكس وكيرفيتشر، قلنا بيقلوا الاثنين دول خاصين بالريفلكتيف باور، وباثولوجيكال اللي هو ايه، مايكروثالموس، كورنيا بلان، وريتال اتاتشمنت. كده خلصنا الميوبيا والهايبرمتروبيا، مين فيهم قصر نظر ومين فيهم طول نظر؟ مبدئيا انت خدت في الاكوموديشن ان انا العين عندي تبقى عامله كده، اللينس والكيرفيتشر والباور وكده عامله كده، ولو خدت ان انا لو هبص لبعيد في الاكوموديشن محتاج اللينس تبقى فلات كده، يبقى انت بالعقل مين فيهم اللي هيبقى نير فيجن ومين فيهم هيبقى فار فيجن؟ نير فيجن على ايه؟ انت عايز تزود الباور، انا زودت الباور في ايه؟ ايه اللي عندي كان بيزود الباور؟ الميوبيا. ميوبيا ده انت الباور عندك يعتبر ايه؟ انت تمام، ده انت اللينز الباور بتاعك عندك زايد قوي، كيرفيتشر واندكس كله زايد، انت نير فيجن عندك اللي هو رهيب. تمام، الفار فيجن انت اصلا يعني انت ايه بتشوف من بعيد، اللي هو اللينس بتاعتك فلات كده فبتجمع البعيد، بس تيجي على القريب لا ده القريب ده هتلاقيه داخل ومعدي اللينس والدنيا ما انتش شايف فيها حاجه اصلا، فانت مش شايف غير البعيد، انت عندك lack of accommodation. انتوا عارفين علاج الهايبر ميوبيا ايه لما تاخده ان شاء الله السنه الجايه؟ ان انت هتركب عدسه تعمل accommodation، فاهم؟ انت مشكلتك انت هتقوم جاي مركب عدسه تعمل accommodation، بس ده اللي انت هتعمله، ان انت مشكلتك في الهايبر ميوبيا او في الفار فيجن ان انت محتاج اكوموديشن، بس اللينس بتاعتك مش مساعدك ان انت تعمل اكوموديشن. تمام، فهو ده احنا عرفنا ان الفار فيجن ده هايبر ميوبيا والنير فيجن ده الميوبيا. تمام، طيب احنا كده خلصنا اول جزئين. في مصطلح تاني حاجه اسمها بريس بايوبيا، بريس بايوبيا او سنايل هايبروبيا. يعني والله دي عباره اهم كلمه هنا في التعريف ده، هو هيجيب لك كل تعريف صح. اهم كلمه ان هي عباره عن فيسيولوجيكال بروسيس، ما تنفعش يجيب لك باثولوجيكال، هيجيبها لك في الامتحان باثولوجيكال، غلط. هي فيسيولوجيكال بروسيس، يعني ايه؟ هتحصل فيا وفيك وفي كل الناس، هتحصل في كل الناس، حاجه طبيعيه. تمام، طيب يبقى دي كلمه هيلعب بيها في التعريف. ايه الكلمه الثانيه اللي هيلعب بيها في التعريف؟ هي بروسيس معناها ان النير بوينت بتاعي ريسست. يعني ايه؟ دلوقتي انا لو كنت مثلا انا واقف اهو، انا دلوقتي كنت شايف على بعد مثلا 6 متر، دي اقرب نقطه انا شايفها. تمام، لا ده انا بعد السن ده او لو جالي بريس بايوبيا اقرب نقطه انا هشوفها على بعد 20 متر، يبقى انا كده فقدت
النير فيجن بتاعي، النير فيجن بتاعي ما كنتش شايف بيه، مش شايف بوضوح القريب بس شايف البعيد تمام. يبقى انا كده اللينس حصل عندي فيها ايه؟ والله يبقى كده في خلل عندي في الاكوموديشن. طيب تمام قوي، يبقى اللينس عندي حصل ايه؟ فلاتنينج. عشان كده سميناها سينايل هايبروبيا، لان هي شبه الهايبروبيا. بس هنا الفكره ايه؟ الهايبروبيا ده كان باثولوجيكال احنا كمان من شويه، لكن هنا سينايل فيسيولوجيكال بروسيس. نقطه النير فيجن بتاعتك هيحصل لها ريسيست، هتبعد بدل ما انت كنت بتشوف من قريب مثلا على بعد 3 سم وشايف من قريب وواضح وعين صقر وشايف من قريب وشغال، لا ده انت هتلاقي ايه شكلك زي الراجل كده اللي هو هتحاول ايه بتبعد التليفون والموبايل علشان تشوف. تمام. طب بتحصل امتى؟ بتحصل ان انا دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا ريلاكسد الاكوموديشن، ما فيش عندي اكوموديشن خلاص، اللينس ما عنديش قدر. ده السن الطبيعي بتاعنا زي ما احنا عارفين ان في السيستمز الثانيه بيحصل مشاكل مع السن وكل حاجه بتضعف، هنا برضو الاستيستا اللينس بتقل. تمام. طب بتحصل امتى؟ والله في الايميتروبيك والاي واللي احنا الناس الطبيعيين اللي احنا اتفقنا ايه ايميتروبيك معناها نورمال عند سن 40 سنه. طيب انا دلوقتي يعني سيبك من الكلام المكتوب، انا عندي هايبروبيا وميوبيا. الميوبيا معناها ان الباور زايد، والهايبر ميوبيا الباور قليل. مين بخيالك هتحصل فيه بدري؟ الهايبروبيا. ازاي يا عم؟ انا واحد اصلا ما عنديش اكوموديشن، الدنيا عندي ضربه، فما بالك بقى مع كبر السن. انت بدل ما كنت بتحصل لي عند 40 سنه، لا تحصل لي مثلا 30، تحصل لي عند 20، انا الدنيا عندي اصلا متنيله. تمام. انا اصلا مع انا بعاني من اكوموديشن، ما بالك بقى انت هتجيب لي حاجه تانية اصلا بتحصل بسبب ان مفيش اكوموديشن. طب الميوبيا؟ لا ده الميوبيا هتاخر شويه، بدل مثلا 40 تيجي عند 50، والله تيجي عند 60. ليه؟ انت اصلا كده كده الاكوموديشن عندك شغال، الباور عالي، ده انت زي الفل. تمام. طيب الفيلير في اكوموديشن ده ليه؟ انت لما اكبر كل حاجه في جسمي بتضعف. السيلير ماسل اللي هي كانت المسؤوله عن الاكوموديشن والكونتراكشن والريلاكسيشن حصل لها ويكنس زي اي عضله في الجسم ومع كبر السن. طيب سكليروزس اوف اللينس فايبر، انا اللينس فايبر اللي بتشد اللينس واللينس ذات نفسها الفايبرز اللي فيها حصل لها سكليروزس، هتضعف الالاستيستي مش هتعرف تشد قوي. فاهم؟ اللي هو بدل ما اللينس اصلا كانت عندها الاساس ان هي تعمل كده ترجع وتطلع، لا ده هي خلاص هي اصلا مش قادره ان هي تكونتراكت مع نفسها علشان تزود الباور، هي مش قادره كده. تمام. يبقى انا عندي ويك اوف السيلياري مسل، وعندي سكليروزس اوف اللينس فايبر. اللينس فايبر ذات نفسها ما عادتش قادره ان هي تتمد وترجع، تتمد وترجع، ما عادتش قادره على الكلام ده، فبنسميه بريسبايوبيا. اهم حاجه فيها فيسيولوجيكال بروسيس، فيسيولوجيكال بروسيس، والديستنت فيجن ريسيست. طيب الاستجماتيزم اخر حاجه معانا، احتفانا ان الاستجماتيزم برضو اكوموديشن فري، ما بيعملش اكوموديشن. البني ادم كده هو كده، يعني ما تجيبليش واحد عامل اكوموديشن يقول لا ده عنده استجماتيزم، لا انا كده جايب لي واحد انا خلقتي كده قاعد ومن غير ما بعمل اي حاجه مش مركز في اي حاجه انا عندي استجماتيزم. احتفالنا ان البري ريز مش هتعمل بوينت ايمج، يعني ايه؟ الاشعه واحد داخل كده واحد داخل كده واحد داخل كده، واحد ورا الريتنا واحد قدام الريتنا، ما حصلش ان انا عندي دلوقتي بوينت ايمج. الاشعه عندي البري ريز ما اتجمعتش في بوينت ايمج. تعمل ايه؟ تو فوكال لاينز سيبريتد باي انترفال. يعني ايه؟ انت هتلاقي مثلا شعاع كده وكده 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 اتجمعوا في نقطه، شعاع كده وكده 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 اتجمعوا في نقطه، فعملت مسافه بين الناحيتين دول، ادي نقطه وادي نقطه، ففي انت عندك اشعه والله ثلاث اربع اشعاعات كده اتجمعوا في نقطه وثلاثه ثانيين اتجمعوا في نقطه، فعملت مسافه بين الاثنين. تمام. طيب انا الاستجماتيزم هيحصل عندي بايه؟ بصوا معايا دلوقتي، انا كعين عشان تجمع في بوينت ايمج زي مثلا في طبعا احنا عارفين الميوبيا والهايبر ميوبيا بيتجمعوا في نقطه واحده. انا دلوقتي عندي الاستجماتيزم مشكلته ايه؟ والله اللينس عندي كانت عامله كده، ده شكلها الطبيعي. لا ده انت هتلاقي المعلمه اللي هي عندها استجماتيزم كانت عامله كده، لينس عامله كده، اللي هو انت في اشعه داخله كده وتنكسر كده، في اشعه داخله كده وتنكسر كده، في اشعه كده وتنكسر كده، فانت عندك الكيرفيتشر بتاع اللينس الريجولر بدل ما هي سطح املس كده اللي هو كل بيجمع في نقطه، لا تلاقي عامل كده، فبالتالي الانكسارات دي كلها داخله كل واحد فيهم راح يعمل في نقطه معينه. تمام. انا والله كيرفيتشر عندي هيكون الريجولر نتيجه حاجتين، هو طبيعي عندك يا كورنيا يا لينس، ما انت عندك هم دول الحاجتين اللي هم اصلا الريفراكتيف ميديا بتوعي، كورنيا ولينس. تمام. مين الاشهر؟ الكورنيا، ده الكومن عندي. هتلاقي الكورنيا بدل ما هي شكلها نورمال، لا والله هتلاقي شكلها بقى شكل الايج، شكل الاوفال مثلا، فانت بالتالي بقى عندك ان انت خلل في الحته ديت. تمام.
تمام، اللي هو انت عندك الكيرفيتشر بتاعك بقى الريجولر، انت المفروض ليك شكل معين للينس، لا ده انت بقيت الدنيا عندك سداح مداح، كل شويه داخلين يعملوا في نقطه، كل شويه داخلين يعملوا في نقطه، تمام. وبالتالي انت ممكن تلاقي مع الاستجماتيزم ده مايوبيا وهايبر مايوبيا. ازاي؟ ما انت ممكن شويه تريز دول يطلعوا مثلا ان فرونت ريتنا، شويه بيهايند ريتنا، انت الدنيا عندك ضربه. عارفين مين اللي بيعمل استجماتيزم؟ الكراتوكونس. انت الكراتوكونس عامل كده، يعني شايفين انت اصلا في عندك جزء اهو وجزء اهو وجزء اهو، انت الدنيا عندك ضربه. الكيرفيتشر بتاعك مش ريجولر. عندي الريجولر، الريجولر عندي سبب يا اما الكورنيا يا اما اللينس، الريجولر كيرفيتشر. طيب انا دلوقتي اغلب الناس عندهم اما بيجي يتولدوا عندهم ديجري اوف استجماتيزم، تمام، نتيجة ايه؟ الولادة مثلا والنمو والعين بتكبر. بس اغلب الناس اهم حاجة انت عارفها ان انا دلوقتي عندي ان اغلب الناس عندهم بيتولدوا عندهم degree of astigmatism، بل بالعكس كمان ده ممكن تبقى وراثة. في نظرية بتقول انها وراثة، بتلاقي مثلا ايه الاب والله عنده astigmatism، لاقي العيل طلع عنده نفس الحكاية. اللي بيحصل محدش عارف، بس الفكرة ان انا عندي ان هي ان انا بعرف ان هم اغلب الناس بيتولدوا عندهم degree of astigmatism، مش astigmatism عالي، لا هو degree of astigmatism. نيجي بقى الكبر ومع اختلاف النمو والكلام ده كله. اشهر حاجه برضو من اللي بتعمل استجماتيزم الكيراتوكونس، زي ما انا قلت لكم في السلايد اللي فاتت. دلوقتي انا حاجه عايزك تعرفها، بقول لك ان تقريبا نص اللي عندهم مايوبيا عندهم استجماتيزم. ليه؟ انت الباور بتاع اللينس بتاعك زايد، الزياده ده ممكن تخليه الريجولر، بدل ما اللينس كانت مشدوده ومفروضه كده، لا ده انت ممكن ايه تلاقي الزياده بقت عامله كده، تلاقي الزيادة بقت عاملة كده، تلاقي الزيادة بقت عاملة كده، أبي الدليل كراتوكونس. يبقى أنا أغلب الناس اللي عندهم مايوبيا استجماتيك، تمام؟ زي الكراتوكونس. أنت كل ما هتزود الباور، كل ما هتزود الأجزية اللينس بتاع العين، كل ما يحصل تحورات، كل ما يحصل في حاجات هتختلف، فبالتالي كل ده هيأثر على الباراليز ديت، بدل ما هتخش كلها في ميديم كيرفيتشر ريجولر، لا ده كله هيروح في ناحية أصلا. شفت وصلت ازاي؟ يبقى كده ملخصا احنا خدنا ايه؟ خدنا الاميتروبيك اي، ده النورمال ريز، يعني الباراليز ده طوال على الريتنا اون ريتنا. طب والاميتروبيك عندنا ثلاث حاجات فيها، مايوبيا هايبرميوبيا استجماتيزم. المايوبيا النير فيجن، عرفنا ان كل حاجه فيها بتزيد، الكيرفيتشر يزيد، الاندكس يزيد، الاكزيال يزيد، باثولوجيكال زي كراتوكونس. خدنا بعد كده الهايبروبيا، كل حاجه فيها هتقل، هتقل زي ايه؟ اكزيال هيقل، كيرفيتشر هيقل، اندكس هيقل، باثولوجيكال زي مايكروفثالموس، الكورنيا بلان، الريتنال ديتاتشمنت. طب بعد كده البريسبايوبيا او سنايل هايبروبيا، قلنا ده بعد فيسيولوجيكال بروسس، ان انا النير فيجن بدات تفقدها نتيجه ان انا ايه الاكوموديشن ده راح مني. طب راح نتيجه ايه؟ راح نتيجه ان انا عندي دلوقتي انا كبرت، السيلر مصل تعبت، اللينس فايبر بتاعه حصل لها سكليروزس، ما عادتش قادر ان هي يحصل لها ريلاكسيشن وتتشد وتحصل لها ريلاكسيشن، الاستيس بتاعها قلت. طيب كده الاستجماتيزم اكتر من نقطه على الريتنا، ممكن يحصل فيها مايوبيا وهايبروبيا عادي بقى، ما انت الدنيا عند ضربت الكيرفيتش بتاعك الريجولر. بس اغلب الناس اباوت نص المايوبيا عندهم استجماتيك، تمام. وقلنا ان اغلب الناس مولودين بديجري من الاستجماتيزم، مش استجماتيزم عالي طبعا، لا بقى ديجري بسيط من الاستجماتيزم، تمام. بس كده وشكرا وبالتوفيق.